سموحه يهزم الاهلي 3-0 بعد شوط تاني دون المستوى من جانب النادي الاهلي. كابتن شريف نتيجه تقيله قوي يعني ما كناش نتوقعها ابدا، ما كناش نتمناها طبعا، ولكن لما يبقى عندك الاستحواذ والسيطره بنسبه كبيره جدا وسموحه تقوم مثلا بخمس ست هجمات وتجيب منهم 3 اهداف اكيد في اخطاء. بص يا كابتن ايمن، هتبص للنتيجه، دي نتيجه متوقعه لاي فريق، خدت بالك؟ بيغير راحه سلبيه لراحه ايجابيه، لحاله بدنيه، لتركيز، لعوده لعيبه انها عندها مبدا البطوله اللي هي جايه بكاس العالم ده. فده شيء انا ما ببصش للنتيجه خالص، انا كنت ببص للنتيجه وببص للدوره دي. كنت هتلعب من الاول باللاعبين دول وما كنتش هتدي راحه سلبيه ولا كنت هتعمل اي حاجه. اللي تستفيد منه النهارده العمق الهجومي بتاعك والتغطيه بتاعته. اللي تستفيد منه النهارده ازاي تقف على الحاله الدفاعيه وانت خاصه رايح تلعب المكسيك ورايح تلعب فرق مستوى اول في العالم كله. هي دي النظره. نظره بقى انك انت النهارده ابتديت بالفرقه دي او لازم كنت تطعم ولازم تعمل ما اعرفش ايه، ده شيء بدني بحت، خدت بالك؟ شيء بتستفيد منه. انت جالك النهارده اكتر من كوره في اول هاف تايم كانت تغير النتيجه خالص. الراحه السلبيه بالنسبه لمكسيموني ومش قادر يتصرف في كوره ويجيبها جول ويخليك ليك انت الاسبقيه في المباراه، ده حال اي مباراه بيحصل فيها في ناس بتتوفق وفي ناس ما بتتوفقش. سموحه ما راحتش بالكم الكبير، 4-5 كرات في الماتش اتحقق منهم 3، انت رحت باكتر من كده بكتير قوي، وخاصه الشوط الثاني كمان كنت تقدر تعدل النتيجه 3-1 3-2، تعدل النتيجه 1-1 2-1 2-2، انما انت ما كنتش بتتوفق خالص في اي هجمه انت بتروحها. دايما اي يعني عشان بس يبقى الشكل بتاع المدير الفني او وهو بيحط اي فرقه بيبقى بيتوسم ان كل لعيب هينزل يديله اللي عنده. ايوه اما تيجي تلاقي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر مش موجودين النهارده، خدت بالك؟ تركيزا ولا لعبا ولا اي حاجه. بتتكلم يعني حضرتك على نواحي فنيه ونواحي بدنيه. بتكلم على المدير الفني. بتكلم على المدير الفني. النظره الفنيه بتاعتي بتاعت لعيب الكوره اللي عندي. أيوة. ان لازم ينزل يديني. ماشي. لازم ينزل. بتفرج على طاهر ده ماتشات بيغير نتيجه وماتشات. النهارده لعيبه بتتحسس المواقف، بتتحسس الاداء، مش عايز تتعور، مش عايز يبقى لهم احتكاك جامد جدا في الماتش، عندهم شكل كمان 10 ايام هم بيدوروا عليه، فمين الارض كمان مش مساعده ان الكره بتطول الكره بتقصر، ممكن يخشوا في بعض يتعوروا. شفنا كذا كوره طاهر محمد طاهر اتزحلق في كوره لوحده كانت ممكن تاذيه في ركبته، تاذيه في اي حاجه. ففي عوامل كتير بتبقى نفسيه بين اللعيب وبين نفسه في المباراه نفسها يخليك يوصلك للاداء ده.